والله الحقيقة الواقع هو في القرن الماضي كان كاين الطماح، مش تفهم فيه الطماح وشو ما عرفت ايش هي. الطماح؟ بكري ما كي الواحد يروح يخطب مرأة ما يشوفش، ما كان الشوفان بتاع المرأة، يروح يخطب قال عطيناك هات لها سمو فيه وروح صافي. هيك يدخل على الراجل، يدخل الراجل في لا صديقون تتفاجأ. لا فطور الصباح كاش لا فطور طرح، فهمت؟ انا ديما الناس الصبح نهار الصباح يقول لك متفاجأ. يقول لك العروس طمحت بيه ولا الراجل طمح، فهمت؟ انا والطماح ثاني كان بكري اذا المرأة ما يعطوها ولد خالتها ولا ولد عمتها ولا ولد عمها كان يطامحها يعطوها العصا، فهمت؟ لا يمرقوها من عقلها، وكان حتى لا تموت نعزيلة. أما لكن مرأة أعطوها مغصوبة ما شافتهاش، صارت الصباح دارت مجنونة تعيط وتقطع في قشها وكذا يسموا فيه، قالوا أدوها لدارها، أدوها الحوش من سيدي وكل شيء 3 ولا 4 أيام وهي دايرة مجنونة تقطع في قشها وتنبح في الليل والدنيا كلها. ما قالوا هذه راهي مسكونة، هذه باش ندور لها حضرة نجدبوه. راحوا من الغدوة طيبوا العشية وجابوا الحضارة والبنادير بدأت تخبط والدنيا كلها، وشو باش يهزوها دور الحضرة. قلت لهم لا تجدبوني ولا تتوبوني ولا تديروا لي حضرة، طلقوني راني غدوة نبرة، تفهم فيا؟ لا لا القضية في الكاش. قال محال، كان طمحاتي ولد ران الطويرات في السماء يتعلم طويرات هكا ما يهبطنش بت، عيب كان مرات طامحة تولي، وبالله كفى.